يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لما أنت وحين أكسو النهي إلهي سبحانه وتعالى إن صادر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو صادر إذاتك عالم كتشوغة دمان توت إلا كوي من دون قيامها هرتي عالم كمركو إلهي نبي محمد صادر وحكو تشيري حالة دادو فالحن وحما شيئي أو موجده سواي قرقيين جهلي لوميتان خرافات عقائد يا ركتيان كل سنين حقائق علمية وحقرقية بدع إلهي سبحانه وتعالى تدك قارين أي كعابدان وحانو أتشي دينان وشرعين وها عالم كقرقية فتن ظلمي يحد قدب حدود دي إلهي والله قتلابه تاسو قاردي بارك أسرية إلهي با عالم كوسيدا سوصو ديري نبي محمد أرسله الله بدين الحق، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. إلهي با لصو ديري علمي واحتر لي وحق إلهي كيمي إيا عمل صحو علمي قاسي كدسا تاسو إلهي كقسر ريسيي وحي الدين شريو دان مد مركور إلى هاي وسودة شيء يمد أي دتك سمايستنبا إلى هاي وحي وصدر النبي محمد كوي هاي استد دينها السماوي جا سأهل الكتاب كو يهود يا كريستال يكمل ديهين سو قوي له هذا النبي محمد أن هذا الدين الذي جئت به من عند الله ناسخ لما كنتم عليه من الأديان دين تنحق إلهي إغتمي
ومن نسخده وبدشه ومشى كسارتي ديمه أظهر وهيستين، وأنه يجب عليكم اتباعه وقبوله وعبادة الله به وحده. وحان واجب دينكوا دين تنين الراعدان وذاقبشان وإلهي كليدي كعابدان. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وحتى النبي محمد يقف كسطو مسلمو أهل الكتاب يهودي كريستانو وكالايا كلمة نور حيث كلمة التوحيد الشهادتان وكالايا الله قرى عبادة حق ولينا نعابدنه شركنا إنينا نصمين معبودات كسوك يا مان السقاه إنينا نيلا إلهي وحوري هدي تشيستان هتشوشنين الدعوة ده كوات كاد إسلام نمدينة وحاتر هذا المرخاتك هذا إلا أن ربنا إن وحان وهان إنا كوا مسلمين وإلهي سبحانه وتعالى وهو قانسا وعقيدة إتهاي قف كستو مسلمين وآمنوا تدك عالم كتشوغوردن لقب بلاو مالنتو إلهي نبي محمد صوت ديرين واجب كتاهي إني مسلمين نقضان إلهي نان وقفنا كي إلهين توراد بان هايستا إنجيل بان هايستا زبور بان هايستا شريعة كلي الدين كلان هايستا يقف الباي واجب كتاهي إنو نقض مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم الرسل والأنبياء يعني يا نبي محمد رسول يا أنبياء إلى هاي صدرك والضمية وأن رسالته عامة لجميع الناس نبي محمد عليه الصلاة والسلام فالرما حق إلهي وككين إن يهين كوى الددك وعودن كوى جهن وعيد لغا الرابي أما كبحسن أما كبحي كرتاني جرين ومن اعتقد غير ذلك فقد انتقض إسلامه وفك تاوحانه العقيدة كدكتئي الدين إيه آمنه ددك قاركو دا ماه والريان ماه الدنبيان إنه يوبنان تهي إنه يديمك لهايستان ان دين الإسلام هين قفك سوا قف إيمانك يا إسلام نمدي وشيغن يا كبرتي دين تي سيناي كتشبطي كنا دعي وحيابها إيمان كبرية متكمدة كيف وقد قال محمد عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلهي وكدارت نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحن كدارت يقول الله أن محمد نفتي سواي قعنت وقترتي قف كي مغلاكم إذا أمدن ذات كان ليس ودري يهودية كريستانة ودباتنا دينتا إصغان رومين وحيقا إلهي وقسو الدكيي وحو كم من نقون إياكو نارتقلا لغي يلما يدين هوران هايستي اللي هي سو الدكيي باب بدلي ذات كوردن نكوة كبيي دين تان نسخضي إن الراعان قفك آمين لي محمد الله صدري عرب وقرى أما إنتي أن ديما هوري هيسن فقد كذب بالقرآن العظيم وحبيني قرآن كوين إلهي نبي محمد كسودتي إلهي ويري دحديس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وحتى نبي محمد ضدو رسولك إلهي دين صد ريبانا هاي دمانتين يدن عدلي دين كريبين أرسله الله رحمة للعالمين
إلهي بأن نبي محمد صادر يسقى الرحمة وها يبدبادو مخلوقات كوردان قارهان كو مكلفين تالجن والإنس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس كافة. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.